الزوج واجبة. طبعا طاعة الزوج واجبة ولا جدال في هذا، لأنه أمر رب يعني إلهي أن طاعة الزوج واجبة، ولكن الاستخدام بقى بالمفهوم الخاطئ للموروث الديني أن طاعة الزوج واجبة، لأن كنا بنشوف زيجات بتستخدم يعني بتتحمل زوج مسيء وتستخدم علاقة أو ديمومة علاقة فيها زوج مسيء وزوج بيبتزها على المستوى العاطفي والمستوى النفسي عشان خاطر فاهمة أن دي طاعة زوجها. فهنا ان احنا نقول طاعة الزوج واجبة ونسكت كأننا بنقول ولا تقربوا الصلاة ونسكت. لازم نفرق ما بين القاعدة والاستثناء. لا، ولازم تمام. ولازم نعرف يعني ايه طاعة الزوج واجبة. فزي بقول لحضرتك لما بنقول طاعة الزوج واجبة ونسكت كأننا بنقول ولا تقربوا الصلاة ونسكت. نهض بقى التفكير ده اعتراض المرأة، فبدأ يظهر بقى ايه يعني ايه اعتراض تصاعدي كده من تحرير المرأة لتمكين المرأة ثم تغليب المرأة. وواكب ده برضو ناس برضو من هذا الاتجاه بدأت تأيد التفكير ده بإيه؟ بإن هي المرأة غير ملزمة، ويجيبوا من الشرع بقى ما يؤيد هذا. في المطلق وفي التعميم ده فهم مفهوم خاطئ. يعني إيه؟ يعني لو الزوج يعني مشاركته مهمة، مهمة مثلا في حالة إيه؟ زوج وزوجة بيشتغلوا، فطبيعي ان هي لما بترجع البيت بدل ما هي تقوم ببقيه مهام الشغل من 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 مثلا واجبات منزليه لمذاكره الاولاد لكل ده، ممكن نقول يشارك معاها. طبعا ده مطلوب وده مطلوب وده مطلوب، ولكن فكره ان هي في المطلق كده ان المراه غير ملزمه، وان مثلا راجل مطحون بين شغلتين وثلاثه وبيرجع مع امراه مثلا ربه منزل او قاعده في البيت مستنيه اما يجي يشاركها او يجي يقوم هو بالدور لانها غير ملزمه، ده الام مدرسه. بالظبط، احنا كلنا اتربينا مع امهات بيعملوا اشهى الاطباق ونتجمع كلنا في دفى اسري مع اطباق شهيه، والمراه بتتفاخر بده ان هي عامله الاكله اللي ولادها بيحبوها واللي زوجها بيحبها، بتشتغل ورايحه وجايه وبتتعب. بالظبط. فالبعد بقى بالمفهوم ده على اننا نشوف صوره مشوهه بيركب فيها ترند ان 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 المراه غير ملزمه، او ان هي تخلق جيل بقى وينشا جيل ما بينه التنافس والصراع، وان انا يعني غير ملزمه، وان كل واحد متمسك بحقوقه وان هو مش مكلف بواجبات، فبتخلق شكل بقى ايه يعني شكل صراعي استقطابي ما بين حقوقي وما بين حقوقك، وبيبقى في جاهزيه مستمره للاشتباك. المفروض بقى ان احنا يبقى عندنا النضج والوعي، يعني برنامج زي برنامج حضرتك بيعمل وعي عند البعض ان هو لا ينساق وراء هذا المفهوم. والله يا دكتور نوع عايز اقول لحضرتك حاجه، انا دايما بتعامل مع اللي قدامي على انه ليه عقليه وليه اهليه. انا مش هينفع اقول لحضرتك اعمل وما تعملش، مفيش حاجه في الدنيا اسمها كده. حضرتك ليك عقل وبتفكر وبتعمل عقلك، وده اللي احنا دايما بنطالب بيه. اسمع من هنا ومن هنا ومن هنا، وفي النهايه فكر، واللي ربنا سبحانه وتعالى بييسره ليك او تفكيرك بيهديه اليك ممكن تقوم بيه بعد ما بتستخير ربنا سبحانه وتعالى وبتشغل عقلك وبتفهم وبتسال. هي دي الرساله، لكن ما تخليش حد يسوقك، ده اللي احنا بنتكلم